طب انا عايز اسالك طبعا ما ينفعش تبقى معانا وما اسالكش على ام عبد الوهاب الفنانه الجميله عبله كامل. يعني حابب اعرف تجربتك معاها في التمثيل، وباعتبارك بقى رئيس المهرجان، هل اسمها مطروح للنقاش للتكريم؟ لان يعني يمكن الناس العاديه شافت عبله كامل على المسرح مع استاذ محمد صبحي وفي تجارب اخرى، ولكن هي ليها اصول مسرحيه كبيره جدا وفي مسرح الجامعه وفي عروض ما اتشافتش على التلفزيون. فهل الاسم مطروح؟ الاسم مطروح من كل دوره، في كل الدورات اللي فاتت اسم عبله كامل مطروح. عبله كامل ممثله ونجمه مسرحيه من الطراز الاول. انا طبعا شفتها في كل العروض، معظم العروض اللي كانت بتعملها عبله كامل. عبله كامل تكرم مسرحيا بامتياز، تكرم سينما بامتياز، تكرم في الفيديو طبعا بامتياز. هي في كل المجالات دي هي مؤثره بشكل كبير جدا جدا. لكن هي مشكله عبله كامل انها ما بتحبش الظهور خالص 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 خالص، وده اعرفه عنها من ايام ما كنا بنعمل اللي انا عايشه في جلباب ابي. هي رافضه، مش ما بتحبش، هي رافضه تماما فكره الظهور. هي ما بتحبوش، يعني دي طبيعتها، وبتبقى خجوله قوي قدام الكاميرا اللي هي في اللقاء. لما تيجي تتكلم عن عبله كامل بتبقى خجوله جدا، لا قدام الكاميرا بتبقى وحش، اللي هي سواء بقى بتمثل فيديو او مسرح او سينما. لكن حاولنا كذا مره، يعني هي مفيش صيغه مثلا ان هو يبقى في تسجيل صوتي حتى على الاقل، او يعني رساله للجمهور. الناس عايزه بتحب عبله كامل دي جدا، يعني عبله كامل دي قيمه كبيره جدا 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 يعني. ومن اكتر الممثلات اللي انا اشتغلت معاهم، يعني فنانه كبيره الى اقصى درجه. لكن هي ما بتحبش الظهور، والناس بتبقى نفسها تشوفها في التكريم وهي بتطلع، وتشوف هي كمان الناس قد ايه بتحبها. لكن طبعا احنا بنحترم جدا جدا قرارها، بنحترم وجهه نظرها. لكن يعني لو ربنا ادانا العمر السنه الجايه بس كنا موجودين، يعني هنكرمها حتى لو ما جاتش، يعني هنطرح تكريمها حتى لو ما جاتش. احنا هنحتفل بيها احنا كمسرح، يعني لو احنا موجودين يعني السنه الجايه، او بعد اللي هنعمله السنه الجايه. فلو موجودين هنكرمها حتى لو ما جاتش، او بس ممكن احنا نحتفل بيها ونتكلم عن اراء زمايلها وعن ال عن حتى لو فيلم يعني ممكن تبقى في صيغه ان شاء الله ده نعمله باذن الله.